بلحظة تحولت هاي المدينة لمدينة خاوية مهجورة. لو قررت انك تزورها حاليا، اتأكد انك رح تكون الزائر الوحيد، ورح تلاقي نفسك بمدينة هاربة من افلام الرعب الهوليودية. فنادق وشواطئ جميلة ومياه عذبة، اكبر مقصد لمشاهير العالم ونجومه، من بريجيت باردو لصوفيا لورين وإليزابيث تايلر وريتشارد بيرسون. ولكن بلحظة السكان تركوا حتى وجبات طعامهم وفروا منها هاربين. شو صار وين البشر؟ وليش المباني ممكن تسقط بأي لحظة؟ وكيف تحولت لؤلؤة قبرص ودرة تاجها لمدينة خالية من البشر وعدد سكانها صفر؟ من 50 سنة سيطرت القوات التركية على مدينة فاروشة الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة قبرص قبل تقسيمها لجزئين، وجاء الغزو التركي رداً على انقلاب نفذ قوميون خبارصة يونانيون بهدف ضم قبرص لليونان. المدينة القادمة من أعماق التاريخ تقع على الحدود بين قبرص التركية وقبرص اليونانية. فاروشة المنتجع الأشهر في قبرص، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية حول العالم، لدرجة إنها كانت مقصد كبار فناني هوليوود والأثرياء من شتى بقاع الأرض. 40,000 نسمة كانوا بيعيشوا بهي المدينة فروا منها بمجرد اقتراب القوات التركية وتركوا كل شيء وراهم، ظناً منهم إنهم رح يرجعوا لها بعد فترة قصيرة، إلى إنه وهج المدينة انطفأ ليحل محله صمت رهيب، فصارت المدينة مهجورة وتوقفت فيها عجلة الزمان والحياة. والآن المدينة بتفتح أبوابها للزوار وبشكل مجاني من الساعة 9 صباحاً للخامسة مساءً، لترجع بعدها لحالتها المعتادة، مدينة بلا بشر.